اعلن عن كده عن عروض. طب انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ يعني انت اهوت هتتعوض، ممكن مش التعويض الكبير اللي انت في دماغك، طب انت يعني مش اللي في دماغك اه، بس هيعوضك، هتشتغل، هتبقى موجود في النادي الاهلي، ما سابكش الاهلي، ما قالكش شوف 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 برضو شوف مجالك. عشان الوضع يبقى واضح لحضراتكم، هل احنا هنا مثلا بنتكلم في مهاجمه لاعب عينه اطلاقا؟ ده حسام عاشور يا جماعه، من الاخر حسام عاشور ده قيمه كبيره جدا، والواحد بيعشق حاجه اسمها حسام عاشور، دي ما فيهاش نقاش، لكن احنا بنتكلم في امور منطقيه بقى، سواء حسام عاشور او احمد فتحي، ده احمد فتحي، شريف اكرامي ده شريف اكرامي، وليد سليمان تمام. فاحنا بنتكلم في اطار منطقي، اداره الامور، اداره الملفات بيبقى عباره عن ايه؟ ايه اللي عمله النادي الاهلي؟ ايه اللي اثر فيه وايه اللي ما اثرش فيه؟ بس في جزئيه ثانيه دلوقتي انا سمعت ان هو يعني بيراميدز الموضوع ممكن يكون ما فيش بيراميدز، دي حاجه نتمنى له رب. انا ما اعرفش. فاللي بيتكلم دلوقتي ان هو ممكن، هل ممكن ان يعود النادي الاهلي؟ انا اللي بطرح السؤال وانا ممكن اجاوب عليه، هو سؤال بيطرح بس انا ممكن اجاوب عليه. انا انا يعني مش هقول لك ابني وغلط ورجع لي تاني، لا، طب ما ابني كان موجود، اصله غلط وسابني ومشي في امور وانا كنت محتاجه. ففي الاغلب الاراء هتختلف في الجزئيه، بس في الاغلب العام ان النادي الاهلي في الامور دي قرار واحد وحاسم، والتاريخ والنماذج السابقه موجوده. فواضحه قوي يعني ايه اللي هيحصل مع احمد فتحي. خلينا نقفل الملف ده. الاهلي لا، لو اصلا اطرح القصه، لو طرحت القصه الله اعلم ايه اللي هيحصل. لا، ما هو انا سمعت انها مطروحه. لا، هي مطروحه بالفعل من قبل مين؟ في لا مش هقول لك بقى. هي طرحت بالفعل وفي محاولات بتحصل من بعض الوسطاء، لكن في النهايه النادي الاهلي متمسك، يعني هيتمسك برايه، لكن احمد فتحي وحسام عاشور مستمرين لنهايه تعاقدهم مع النادي الاهلي. طبيعي طبيعي. وبرده شريف اكرامي مستمر لنهايه تعاقده مع النادي الاهلي. خلي بالك موضوع نهايه العقود دي، يعني ده اللي هيخليني بقى اخرج معاك من ملف الاهلي، نروح نتكلم عن موضوع نهايه بس العقود. بس نخرج من الملف ده مأكدين فيه ان كل لاعب حر، عشان بس ما حدش يقول ان كل لاعب حر في اختيار الطريقه التي يخرج بها من ناديه او من المكان اللي هو فيه، وكل واحد على حسب تفكيره وحسب سيناريوهاته اللي راسمها لنفسه، بس في النهايه كل لاعب يتحمل تبعات قراره. انت نجم تتحمل تبعات قرارك، انت نجم كبير كابتن تتحمل تبعات قرارك، ولو اتخذت قرار يعني لم يجانبه الصواب والتوفيق فانت من تتحمل وليس غيرك. ده طبيعي جدا، كل واحد مسؤول عن قراراته وده امر مفروغ منه. بالتالي الكل دلوقتي او البعض يعني بيتكلم على موضوع الدوري يرجع ولا ما يرجعش، وفي كمان بعض المسؤولين يطلع يقول لك لا لازم الدوري يتلغي. وفي مين المقابل المسؤولين دول؟ مين دول؟ انت عارف؟ طب اقول لك على حاجه. انا الاسبوع اللي فات في الحظر كنت عامله على نفسي، قلت طب بدل ما انا قاعد اعمل شويه تليفونات، كلمت تليفونات مع اعضاء من اللجنه الخماسيه. حلو. والله العظيم كلهم اللي كلمتهم قالوا لي والله ما نعرف. طيب والله ما نعرف. والله ما نعرف. كل جمله عليهم والله ما نعرف. المكالمه كلها والله ما نعرف. طب اخبارك ايه؟ قال لي والله ما نعرف. طبيعي. اخبارك؟ قال لي والله ما. لا بس طبيعي يا استاذ عمنا، انا طبيعي دلوقتي انت مش عارف ايه اللي بس بقى اللي بيغيظني بقى ان هو يقول لك والله ما نعرف في الاعلام، لكن في الغرف المغلقه في سيناريوهات شغاله كتير. قول لي بقى الكواليس. مش كواليس بقدر ما هي ان هم لا حيله لهم. هو اي حد بيدير ملف اتحاد كره قدم في بلاده محتار، ما يقدرش. طبعا. قرار دوله. حلو. الدوله، فاكر الحلقه اللي فاتت كنت معاك قلت لك ايه؟ قرار عوده الدوري قرار دوله، لن يستطيع كائن من كان باللغه العربيه الفصحى ايه ان يقرر اعاده الدوري من عدمه الا بقرار دوله. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو قرار الدوله اعاده النشاط من عدم، لكن قرار الدوله ملوش علاقه بالغاء الدوري ولا ما تلغوش. لا هو قرار دوله يعني ايه؟ ما هو انت فرض عليك الحظر امبارح 15 يوم. تمام. انت كان في نيتك ترجع الدوري، كان هينفع الدوري مع الحظر ده؟ لا طبعا. طيب ما هو مش هينفع ترجع الدوري غير لو الدوله قالت لك خلاص يا جماعه احنا جاهزين نلعب. ما هو قرار الدوله ده قرار ضمني، النشاط رجع مره ثانيه ما فيش حظر، يبقى قرار. ماشي يا استاذ عمنا، يبقى مش فاهمك. لا افهم، انا دلوقتي كدوله، انا دلوقتي الدوري تمام، حاجه اقول لك يلا عايزين تلعبوا يا جماعه كوره العبوا، بس قراري انا بقى كاتحاد هلغي الموسم ده وابتدي موسم جديد ولا هكمل الموسم؟ لا ما ينفعش، لازم تكمل الموسم لان في مصيبه الناس مش واخده. الدوله منوطه ان هي تقول لك يلا بينا. يا امير في مصيبه لو الدوري اتلغى. ايه بقى؟ ايه المصيبه؟ إيه؟ انه الدوري اتلغى، اللوائح تقول لك حد يقول لك احنا، انا على فكره كلمت 17 مسؤول في انديه الدوري قالوا له احنا منتظرين الفيفا. طب الفيفا بيقول ايه؟ عارف الفيلم بتاع عادل امام؟ هو الدين بيقول ايه؟ الفيفا بيقول في الكوارث اعوذ بالله والمصايب والاوبئه يترك الامر لمسؤولي الانديه الاهليه. انا بقول كلام واضح وهو صريح اهو.
يترك لمسؤولي الأندية الأهلية. الأندية الأهلية هي المخول لها أن تقرر ما تشاء في هذه الجزئية. ده بخصوص العقود بقى، بخصوص، لا بخصوص كل حاجه في 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 الدوري، عقود، هياخد اللعيبه هتاخد قد ايه كده، فاهمني؟ مش لا مش تاني تاني يا استاذ، ما بتكلمش على الغاء دلوقتي، انا بتكلم على ايه، على لما تيجي تسال. انا قلت لك ايه، 18 نادي ناخدها واحده واحده، 18 نادي او 17 نادي لما كلمتهم قلت لهم هتعملوا ايه في حال الغاء الدوري، اللعيبه هتاخد فلوس قد ايه، ولا هتخفضوا، ولا هتعملوا ايه؟ فهم طبعا الناس مش عارفين، ما يعرفوش. فأنا سألت طبعا خبراء، فقلت الفيفا لوائحها بتقول إيه؟ الفيفا في هذا الأمر بتعطي الأندية الأهلية الحق في التصرف كيفما تشاء، في موضوع تدير ملفاتها على حسب ما تشاء في موضوع العقود، موضوع العقود فقط. العقود ده حاجة مهمة جدا، ما أنت لو تم الإلغاء في مستحقات بتحصل طبعا، في مستحقات لعيبه، في مستحقات انديه، في رعاه، في اتحاد كوره، مستحقات اتحاد كوره. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل في الحاله دي الفيفا زي ما قلت لك قرر هذا القرار او اعطى، بيقول لك في حاله الكوارث، البند في حاله الكوارث هو المتصرف في حاجه واحده بس، في المسابقات التي ينظمها هو فقط، زي كاس العالم، كاس العالم للانديه، كاس العالم للقارات اللي بينظمها، كاس العالم للناشئين، هو يعطي القرار في حاله